أنا برضو من ضمن أفكاري إنشاء متحف عالمي في العاصمة الجديدة يحمل اسم مصر. المتحف ده إن شاء الله تصميم المبنى بتاعه وتصميم المتحف نفسه هيدخل مستوى الجنيس العالمية. المتحف ده عبارة عن اسم مصر ميم صدرة متحف عربي. أنا مسجله ملكية فكرية برضو ميم صدرة. أول متحف في العالم باسم دولة يعني اسم مصر. مركز معايا ميم صاد راء. وهنا برضه فوق على مصر. المتحف ده ان شاء الله هيدخل موسوعه جينيس العالميه. فكرته جديده خالص في العاصمه الجديده يعني النهارده طباعه ان شاء الله طباعه جميله جدا. وان الفكره دي لو اتنفذت هتغير وجهه العاصمه الجديده وهتغير وجهه مصر كلها. المتحف ده هيضم اغلب الحضارات المصريه. أغلب الحضارات المصرية في مبنى معماري حديث جدا وفكرته جميلة جدا. المبنى نفسه باسم مصر. المبنى ده لو اتنفذ فعلا يدخل موسوعة جينيس زي برج الخليفة وزي برج المملكة السعودية يدخل موسوعة جينيس العالمية. إن شاء الله أتمنى تنفيذه وأنا أتمنى الرئيس التأسيسي يستمع لآرائي ويستمع لأفكاري ويدعم الشباب. وإن شاء الله زي ما هو وعدنا إن هو يدعم الشباب إن شاء الله هيقف معانا وهيدعمنا إن شاء الله.